حوفير خوي شي وحده من الوصله. اه تعطيني 20 درهم صاحبي وباغي مزيانه من الوسط. هذا وجه مزيان هذا واصح. اه رجع رجع سير من هنا صاموي الوقت فيه علينا. تقول له تعال ما تعرفش لعبه من المزيانه. خويا باش شي وحده مزيان. شباغ اخويا العوفي. خويا عرفتي اش كتقولي؟ انت زعما كابر حدايا ونقابلك انا ليل ونهار، اجي شي واحد براني غيديك، اللهم في خوك العوفي. راك قلتي خويا العوفي، وخليني بحال بنت دربكم، وخليني كنحترمك خويا، راك يكون انا ما خدام ما والو، خلي بيناتنا احترام بلا ما نوليو في شي حاجه اخرى. ياك هو سير الله يعاون. اخو في الدار ياكلوا البراني. هاديك خويا. كريم بنتي ليا جالس بوحدك. جالس بوحدي راه عارف علاش جالس بوحدي، راك عارف الدرب ما عندي ما حتى واحد. واش اجي جلسي شي حاجه؟ وفي خبارك عندي واحد الفكره في بالي وبغيت نديرها. شنو هي الفكره عاوتاني؟ ترى كل مره كتجي لي بلانات جديده. سيري دوي دوي نسال. باغا نمشي نحرق وباغا نمشي نشوف اوروبا. باغا تشوفي اوروبا؟ خلي الجوجل وجبد التصاور ديال اوروب كامل غادي تشوف الفيلم. اش كضحكي على راسك؟ تاش من حريف هذاك الشيء ما خدامش. وانت كاع بغيتي تحركي، شكون هذا اللي غادي يدير معاك المزيان ويديك ما ينصبش عليك؟ وانت لا راه كنعرف واحد الحراق غيدير معايا المزيان وغيدينا بجوج المليون. واش نقول لك؟ انت كنتي معمره راسك بهذا الموضوع ما فكري مزيان. والله كعارف الحريق وانت دريه ما ساهلاش. والله فكره فكره مزيان. وي راه داكشي اللي لقيتيني كنفكر فيه، هذا الموضوع خاص بالتفكير. المهم انت فكري، انا الخوة ديالي بنت هي جايه نمشي نشوف الخاصه شي حاجه. المهم سير انا هنا. يلا نمشي. انت فين؟ فين غادا؟ خارجه ناخذ دجاج باش نديرو الغدا. وبالي العوفير موقفك مالو؟ لا راه بغا يتسخر ليا، قلت ليه صافي بلا ما نعذبك انا غادي نمشي. وصافي سيري جيبي الدجاج وقول لي ياك ما خاصكش حاجه باش تقضي. انت دابا شنو كدير؟ بحال الا قلت لك عطاني غادي تخشي يديك تجيب الفلوس وتعطيهم ليا. صافي سير خليني انا غاد. وقول لي يا كريم ما قلتيش ليا اش بالك في البلان؟ وبان ليا بلان مزيان هذا، ولكن شوفي كاين شي بلاصه نمشي معاكم. خويا دريه دابا بغات تشري الدجاج ما لقيتش ما نعطيها. صافي انا ندوي مع خونا ووجد الفلوس. انا نشوف هذا البلان ديال الفلوس كيفاش غادي ندير ليه. صافي يلا سيري سيري تحركي دابا عشان نتقاش. المهم المره الجايه ما نتلاقاو راه نقول لك الفلوس واش دبرت فيهم ولا لا. المهم سولي خونا هذا واش كاينه شي بلاصه. صافي سلام. خير؟ خير. والله خير. هو دي الدجاج شويه. اختي واش وجدتي الامانه؟ انا قريب غادي نخرج الدراري. وي الامانه قريب نوجدها، وكاين واحد الدري بغى يمشي معايا ودير معايا نفس الثمن اللي درتي ليه. دابا انت هي دارت معاك مزيان، انا قبل اختك كنعرفها فهمتي، ودابا تخونا انا ما كنعرفوش. عرفتي اش عاد ديري؟
أجي بيكون خير. صافي يكون هاني الله حفظك. المهم حسب 4 مليون راه بجيبك. صافي مزيان. يلا هبط خليني ندور على الكليان ديالي. يلا إلا قلت مرا الصحرة كمرا مراه مروقادة مراه مروقادة قادة بقدودك لازمة حدودك وفصح شدة مراه مروقادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهم خويا حتى ما عنديش الوقت بزاف عافاك قول لي اش من كونترا بغيتي. مهم اختي ما كتهمنيش الكونترا كيفاش غتكون، انا اهم حاجة عندي هي نخرج للاوروب. قول لي غير شحال جهدك باش نعرف اين كونترا بغيتي، حيت الكونترا ديال اوروبا كتكون غاليه شويه. انا جامع شي بركه ولكن بغيت نسولك مثلا الا جبت لك شي ناس تقدري تنقص لي شويه من الكونترا؟ اه ماشي مشكل، الا جا شي واحد من طرفك نقدر نقص ليك. مزيان ملي قلتي لي هاد الهضره. المهم المره الجايه ملي نكونوا غنتلاقاو غنجيب لك فلوس ديال الكونترا ونجيب معايا حتى الناس اللي غادي يمشيو معايا ان شاء الله. خوادريه ديالي سمحي لي غنبرزطك فهاد الكونسونطراسيون ديالك. خد راحتك مالك محتاجك. فاش راك شتي اللي خطرك مريح مع ايا بتم امريكا؟ اه مسكينه كيدايره لاباس على بالها؟ بخير هادشي راه النهار مطالي حداك في الدرب كتسوليني على سمي دابا هي غتمشي تحرق سخوطه. اه والله ما نكذب عليك واش كتعرف شي حراق ما كتعرف شي حراق بحال هكا. قالت لي راه كيديو 2 مليون ولكن غير الدريات، ولكن قالت لي هي غدوي معاه حتى انا غيديني 2 مليون. صافي لا تشوفي كيفاش تتعاملي مع اخوك صحاباتك كدا هادي ولا الذهب ديال الوالده الله يرحمها ولا المهم شوفي كيفاش ديري لي. صافي كون هاني ما نفوتكش انت على خويا وانت اللي عندي غنبغي نشوفك حسن مني. نعول عليك. عول عليا 100% والله تعول. سيري اختي الله يسعدك انت راك الام الثانيه انت كنموت عليك انا الله يتلقى خويا دريا ضربوك. لا غنعاونو ضروري خويا ما نفوتوش الله يخلي ليا يا ربي. واش انوش شنو الوقفه هادي واقفه عليا بحال ديال مول الوقت؟ ترى ما كاين لا مول الوقت لا والو راه باغاك في واحد الغاره. ويلي ترى نهار غلايد هذاك انت امري مالك؟ راه خويا بغى يمشي لبرا وباغي نعاونو ممكن لا يوقف معايا قدك انت. ترى كنبيع الحشيش انا قلت لك برا تكون بقيت لي يديني انا لبرا. ورا هادشي علاش جاي عندك؟ انا عرفتك كتبيع الحشيش بغيت كتسلفني شي حاجه. نسلفك بانك عندي هنا بنك المغرب ولكن كاين واحد العيب الا بغيتيني نعطيك الفلوس ولكن تزوجي به اي لعيبه ديالك اش بالك؟ شناهو؟ شتي انا نولي نبيع الحشيش وما نتزوجش بك. تقدي على الحشيش نشير ولا جبت لك الحشيش تقدي عليه؟ اه والله تنبيع معاك خلصني دبر عليا والله تنولي نبيع معاك. واش هذا نظر غدا بيني ليا جي عندي الكروه ونعطيك حتى الا بين شي ليا انا عطاك فلوس خوكو بكشر. اه صافي ما قلتي حتى عيب انا غدا غندوز عليك. مال العوفير كيقول شي حاجه فيها العيب. اوكي اوكي ضربي عليك هاد العيب هادي شي بنادم يلاه تاتيري شي جيو تقداو عندك ولا انت راه شاد السوق بنادم راه يعرفك انت ما يعرفنيش انا خلاها عندك ياك الحبس مع الحباب نزاهه. جليله جليله اجي وي اجي شنو كيسك كدير مع هاد الميكروب ولا راه خدمت معاه راه باغي نصوفي خويا راه باغي يحرق الطريق هاد راه كدير الحبس ماشي تعاوني بها خوك ودابا ما عندي ما ندير راه بديت معاه. شوفي انا راه بغيت لك الخير ما نقدرش نشوفك في الطريق هادي ونخليك راه غادي في الضياع. ولاد الشاف ما دير والو
والله ما دير حاجه. اه ماشي ريال غاتمشي انت وياه. شاف والله ما دير حاجه. ويلي شنو قلت لك باش البوليس نري شنو غادي ندير دابا غيديوني معاهم. صافي غتبكي صافي تبكي صافي ديري الله شاف لا شوف لا شوف لا شوف غادي راه معاك لا شفنا كندوزو من هنا كتبقاو تفارو علينا حنا كاع ماشي نعرفوهم. انت بتحرش زيد شنو؟ شكرا اختي بزاف مشكلتي انت راه صاحبتي شي الطريق فين تتأدي راه خويا غيبقى فيه الحال دابا وراه خوك يبقى فيه الحال كون مشيتي معاهم البوغ بيبير دابا زيدي شو راه دويت لك مع داك خونا راه قال لي الثمن اللي غيحسب لي راه غيحسب ليك راه قال لي هانيه شبالك والله الصراحه اخبارك تفرح ولكن اش ما نكذبش عليك خو دري اللي بغى تدبر لي في الفلوس خفتش تولي غادا دايره شي حاجه خايبه بسببي انا باش تعطيني فلوس باش نحرق دورت في راسي وانا نقول الله ما نريح صافي تجي شي خدمه نمشي نخدم على راسي وصافي نحركوا دوك الدبلومات شويه وصافي واللي بالك المهم انا راه غاده صافي غتمشي اه ودرت في بالي راه قلت لك اللي كاين اش نقول لك الله يوصلك على خير الله يسهل الله يسهل عليك حتى انت امين امين تعطلت عليك لا ماشي مشكل اختي امدرا لقيتي لي شي كونطرا لاوروبا راه عندي لك واحد الخبر هتفرحك بان ان لقيت واحد الكونطرا كتدير جوج الناس يعني الا كانت عندك اختك ولا خوك راه يقدروا يمشيو معاك والله الا خبر زوينه هذه وقولي لي واش هاد الكونطرا ماشي بالضروري انه ما يمشيش معايا خويا ولا اختي حيت انا ما عندي لا خويا ولا اختي فهمتي انا نقطع من الشجره لا راه ماشي بالضروره تدي معاك خوك ولا اختك راه تقدر تدي معاك اي واحد كتعرف انا قلت لك خوك ولا اختك غير باش نفرحك زعما وصافي صراحه فرحتيني بهذا قول لي واش تقدري تمشي معايا كاين واحد الدري صاحبي عنده نفس الدبلوم ديالنا وما خدامش وما كرهتش انني نفرحو حتى هو يقدر يمشي حتى هو الله الا بغيتي تمشي معنا دابا قال لي زيول الكونطرا ومنها نعطوك فلوس ديالك كامل اش بالك صافي واخا مرحبا يلا نمشيو دابا يلا خويا مالك خويا دريا لقيتيني كاعي بغا نقول لك شوفي بلا ما تكلفي على راسك انا راه بقيت غادي لاوروبا لا لا بان حرق لا والو الريحه حداك الا مشيت شي بلاصه لما نخليك غنبقى مشطون عليك واش انت يا شك سفره مالك اه لا 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 والو حق الله راه خلعوني البوليس قبيله وقفوا على العوفير داوه مسكين واش نقول لك الخوا دريا الله يعفو عليه حتى هو يدير عقلو يبعد من داكشي راه ما خدامش ليه الله ما خدامني وي والله ما كذبت اخويا حتى انت راه بقيتي فيا وحق الله ما كرهتش ندير المستحيل على قبلك وشتيت انا ما عندي حتى شي واحد انا راه عندي غير انت الله يخليك ليا وعلى الله تلقى شي خدمه وتخدم انا وتصوفينا انا وياك يا عارف والله يصوب هادشي اللي نقول لك اختي الله يصوب تورق لي حتى جدي شو جاي واحد الدريه ما شكون هي ما عنده حتى واحد فايز فين اصلا؟ سلام. شنو نقول لك اخويا كريم؟ جيت وجبت لك واحد الخبار اللي غتفرحك انت واختك. اخبار؟ كيفاش اخبار تفرحني انا وخويا دريه؟ شنو كاين تما؟ كيفاش اخويا تاجدين؟ الله يسمعنا اخبار الخير. مهم نقدم لكم الانسه كوثر كنت وصيتها على قبل واحد الكونترا وجابتها لي كنت باغي نمشي لاوروب. متشرفين. ومن جيت نسمع لقيت الكونترا انه يقدر يمشوا فيها جوج الناس. بالحكم انك نتايا عندك نفس الدبلوم ديالي قلت علاش ما نديش معايا خويا كريم حيت انا تعرفني مقطوع من الشجره ما عندي لا اخ لا اخت داكشي علاش قلت نفكر فيك نتايا وما نديش على الفلوس يعني فلوس انا اللي غنخلص الكونطرا غنخلص كلشي مهم تمشي معايا موافقه
وراك عارف حتى جدين دابا الخوا دريا قاش يدوي انا وياه على قبل هادشي هذا ما نقدرش نخليها الراس والله ما عارفش ما نقول لك واي يا صاحبي انا راه قلت لك المره الاولى غنجيب لك واحد الخبر باش تفرحك راه باش تصوفي راسك ولا مشيتي تمايا راه غتصوفي اختك معاك شوف اخويا ما تضربش ليا انا الحساب انا نجيك دابا من الاخر كنت خدامه مع العوفي راه على قبلك باش نصوفيك وباش نعطيك فلوس باش تمشي تحرم وفاش جاب ربي هاد ولد الناس ويخلص عليك كونطرا وكلشي يا سير انا ما تضربش ليا الحساب ويلي كنتي خدامه مع العوفير نحق لك بلا شي صفه وقلتي لي راه دوه يقول لي دابا انت سلتي يمكن ديري انت اش غندير سبحان الله العظيم ايا قبيله قلت ليه راه ما بغيتش نمشي خايف لاختي تولي دير شي حاجه ديال الحرام باش تعطيني فلوس باش نمشي سبحان الله العظيم داكشي اللي حسيت به هو اللي كان غادي يطرى والمهم اختي شوفي الا كنتي انت مرتاحه وبغيتيني نمشي مع تجدين وتصبري شويه بما تصوفي تما كنخدمش مزيان ونجي نديرو شي حاجه هنا ولا نجيبك عندي راه نمشي الا شتي راسك محتاجاني حداك وما بغيتينيش نمشي راه ما نمشيش لا خويا رب فرحات علي انا تمشيتي مع راه تصوفيتي انت راه بحال تصوفيت حتى انا وصافي منين انت قبلتي خويا تاج صافي راه غنمشي وصافي اخويا هادشي اللي كنت باغي نسمع كوتر اختي انا غنعطيك فلوس دابا باش نمشيو نقاليزو الوراق دابا هاك الكونترات ويلا نمشيو دابا نقاليزيوهم مجموعين ويلا خويا راه مابقاش لنا الوقت مشينا صافي اخويا مشينا خويا دريا ربي يفاجئ علينا يلا اختي يلا. Thank you.